أهلا وسهلا ومرحبا. عندكم مشاكل في المعدة، مشاكل في الهضم، مشاكل في الجهاز الهضمي، جرثومة المعدة، الناس اللي يعانيوا من إيليكو باكتيري بيلوري والجرثومة الموجودة داخل المعدة. العلاج طبيعي غير مجاني، مدفوع، ضروري الدفع. النتيجة ما شاء الله أشهر قليلة تسمح لكم بأنكم تتحصلون على صحة رائعة ممتازة وفورمة في المستوى العالي، كلها طبيعية، ما فيها أدوية كيماوية، كلها طبيعية، زيوت، نباتات، حبوب، تغيير نمط حياة، مأكولات، كلها رائعة ممتازة. نصبر فقط ونشوف إن شاء الله نتائج رائعة وممتازة. وكل مشاكل المعدة اللي كنا نشتكي منها منذ سنوات وأخذنا الأدوية كثير 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 ومللنا من الأدوية، كلها بإذن الله بإذن الله تزول، تزول بصورة نهائية وتتعافون، وبعدها تخرجوا من هذه المدرسة التكوينية، تعرفوا وش هي الأعداء وش هم الأصدقاء، وتعيشوا كامل حياتكم بدون مشاكل في المعدة. دائما تكونوا محترزين لهذا الأمر، ما في مشاكل بإذن الله. شكرا، نحييكم ونقولكم إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.